الانتخابيه من خلال دعوه الشباب للمشاركه في العمليه. قادره باش انها تبني قناعه في بعض مكاسب الشباب هو بناء انسان يقدر يبني الحضاره ويقدر يصنع النهضه ويقدر يكون قيمه مضافه في مجلس الأعلى للشباب انطلق باكرا في عملية التحسيس والتوعية للانتخابات لضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المسبقة في 7 سبتمبر. وتذكرون معنا أنه انطلقنا في تشجيع الشباب على تسجيل في القوائم الانتخابية، ثم كذلك وصلنا بعد ذلك الحملة التحسيسية في أوساط الشباب والتي تزامنت مع ربما تسجيل جميع المترشحين في يعني جمع جميع المترشحين للاستثمارات الانتخابية. ثم اليوم ندخل في الأمطار الأخيرة والتي من خلالها سيكثف في الفواعل الشبابية هنا في ولاية برج بوعريريج في كل المداشر والقرى والأرياف والمدن والأحياء الشعبية إلى آخره، وكذلك في كل ولاية التراب الوطني سيكثف زملائي مع الفواعل الشبابية العمل لدعوة الشباب في كل الفضاءات ليكون حاضرا بقوة وحاضرا بكثرة للتصويت بكل شفافية ووضوح على من يراه مناسبا في الانتخابات المقبلة. كيفية رفع الوعي السياسي لدى الشباب، كذلك كيفاش انه اهميه ودور الشباب في العمليه الانتخابيه، ولما لا؟ لانه الشباب هو قوه ضاربه ورانا في 2024 نفديو بلادنا بالروح، ولما لا بادلاء صوتنا، لانه مشاركتنا في العمليه الانتخابيه راح تكون جزء من التغيير ولما لا. ركزنا على انه تكون فيه خارطه طريق للعمليه الانتخابيه بتوعيه الشباب بالاهميه الحدث القادم ان شاء الله، ولازم نكون يد واحده في العمليه الانتخابيه، لازم نكون نحن كشباب من يصنع القرار للدوله وللبلاد الجزائريه.